يا اهلا وسهلا. الحلقه اللي فاتت حذرت من حاجه. طب قبل ما احكي هات كده يا عبد الرحمن بسرعه عشان ما نضيعش وقت. وصلت معلومات بتقول ان هناك قائمه لعدد من الصحفيين الجنوبيين محطوطين للاستهداف والاغتيال، من ضمنهم اربعه من أبرز الأسماء اللي موجودة وبتشتغل، أبرز أسماء شغالة بضمير يعني. ربنا يحفظكم. يوم الأربع اتفاجئ الناس بوم، فين يا أولاد؟ ما هو أكيد هيبقى في الجنوب يعني، في عدن. سيارة مفخخة راح فيها شاب مراسل صحفي ومازال في ناس تحت الخطر. طيب هقول لكم انا عايزه اقول. طبعا قناه الغد المشرق طلعت وضحت الخبر بصور كانت يعني مش حصريه لكن كانت في اول الناس اللي نشروا يعني، ونشرت استشهاد صابر الحيدري مراسل التلفزيون الياباني. الحقيقة هو مراسل التلفزيون الياباني وكان معاه اتنين من المرافقين كانوا معاه في السيارة. نبيل الصوفي قال زياد الشرعبي مراسل تلفزيون أبو ظبي بدراجة نارية في المخا، رشا الحرازي وجنينها في محاولة اغتيال محمود العتمي مراسل تلفزيون العربية في عدن، أمس صابر الحيدري مراسل التلفزيون الياباني، جميعهم من جبهة إعلام الحديدة التي يستهدف الحوثي تفتيتها. ده كلام نبيل الصوفي. خدوا الموضوع على محمل الجد، مازال هناك أسماء في خطر من الصحفيين والإعلاميين من الجنوب، وأي حد نشاطه ما بيعجبش الجماعة إياهم. اللهم بلغنا، اللهم فاشهد. خلوني أدخل بسرعة على صورة جميلة. هات كده يا عبد الرحمن مشهد وصورة تشرح القلب، تشرح القلب قوي. لحظة كنا بنحلم بيها إن الناس تسمعنا، الناس تسمع عننا حتى لو من بعيد، الناس بس تشوف المشاورة بتاعتنا. حضراتكم الكف في الكف مع رؤساء لك. تقبرني يا العيدروس، تقبر قلبي يا الزبيدي. شغل يا عبودي الفيديو عشان يرطب على القلوب. انفوجراف جميل، تسلم ايديكم يا المشهد العربي. عملوه وعرضناه على حضراتكم. المضحك بقى الجميل قوي والنكتيته الصغننه الجميله جدا. اللي رصد النكتيته ده مين؟ واثق الحسني. قال النبي تسمعوني وتضحكوا. وصل نصف اعضاء مجلس القياده الرئاسي الى قطر بقياده رشاد العليمي، ولم يذهب نصف اعضاء مجلس القياده الرئاسي بقياده الرئيس عيدروس الزبيدي. ما تخرجش قبل ما تقول سبحان الله، ابتسم انت في المشهد اليمني عادي جدا، كل حاجه ورده يا جدعان. طيب
ايه اللي شاغل بال الناس اليومين دول؟ انا بحاول اجري عشان اجيب الشغل اللي كنت صورته في عدن، وفي ملف كان معانا برضو من قبل كده لم يسعفني الوقت ان انا اتناول. طيب موضوع البنك المركزي، خلوني قبل ما اتكلم في موضوع البنك المركزي اقول لكم على البيان اللي طلع من هيئه رئاسه المجلس الانتقالي الجنوبي. والله بفكر اقراه زي ما هو. اكدت، خليني اقراه. أكدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي رفضها القاطع لأي محاولات بائسة تستهدف البنك المركزي في العاصمة عدن من خلال أطروحات تتبناها بعض العناصر المشبوهة في إدارة البنك تهدف إلى نقل البنك إلى صنعاء. وشددت هيئة الرئاسة في اجتماعها المنعقد في عدن برئاسة نائب الأمين العام الأستاذ فضل الجعدي على أهمية ورمزية البنك المركزي كمؤسسة سيادية للدولة، مؤكدة أن المساس به أو نقل وظائفه كليا أو جزئيا خارج العاصمة عدن المعترف بها دوليا يعد مساسا بسيادة الدولة وشرعية حكومة المناصفة المنبثقة على اتفاق الرياض. حضرت هيئة الرئاسة في اجتماعها الذي حضره عدد من وزراء المجلس في حكومة المناصفة، حذرت العناصر المشبوهة في إدارة البنك من مغبة تحركاتهم مع بعض الأطراف في الخارج، مؤكدة أنها تراقب تلك التحركات المشبوهة عن كثب، وتتابع باهتمام خيوط المؤامرة التي تحيكها تلك العناصر في مسعى بائس لنقل البنك إلى صنعاء عاصمة الميليشيات الحوثية عبر ممثلها المدعو منصور راجح الذي سبق وأن ترأس وفدا اقتصاديا حوثيا في ألمانيا أواخر 2018. الهيئة كمان حملت رئاسة حكومة المناصفة مسؤولية استمرار استيلاء الميليشيات الحوثية على قطاع الاتصالات ونهب إيراداته في ظل تخاذل من بعض وزراء الحكومة، وأكدت أن السماح لما تسمى الشركة اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات المعروفة بيو يو أنت أن السماح لها بالعمل في محافظات الجنوب المحرر بشكل غير قانوني يعد خرقا جسيما لا يمكن القبول به. ودعت الجهات المختصة في الحكومة والسلطات المحلية في المحافظات للقيام بدورها لمنع هذا العبث. وأهابت هيئة الرئاسة في اجتماعها بحكومة المناصفة المعترف بها دوليا، أهابت بهم القيام بواجبهم الوطني والقانوني في إصدار البطاقات الشخصية في العاصمة من العاصمة عدن بصفتها عاصمة الدولة، وكذلك الاطلاع بمسؤولياتها الوطنية في السيطرة على الموارد الاقتصادية وتحصيل الإيرادات إلى البنك المركزي والعمل على إنعاش الاقتصاد الوطني والسيطرة على سعر صرف العملة وإيقاف الانهيار الاقتصادي وتوفير الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء والتعليم والصحة. جددت هيئة الرئاسة التزامها في تمكين أبناء محافظات الجنوب المحافظات المحررة للجنوب من إدارة محافظاتهم بما فيها من المؤسسات الخدمية والمرافق والموارد الاقتصادية وفي المجالات السياسية والعسكرية وفقا لمقتضيات اتفاق ومشاورات الرياض. في الختام عبرت عن رفض المجلس الانتقالي أي محاولات لإحياء مؤسسات وهياكل سلطات ما قبل عام 2015 في محافظات الجنوب بأي شكل من الأشكال. يبقى حضراتكم الاجتماع ده طلع منه البيان ده اللي اتكلم في ثلاث حاجات: موضوع البنك المركزي، موضوع الاتصالات وتحريرها من الحوثي هناك، والتأكيد على رفضها إحياء أي مؤسسات أو هيئات ما قبل 2015. طبعا في النص في الكلام على إصدار البطاقات الشخصية بطاقات الهوية، وقالت إنها ملزمة بتمكين أبناء الجنوب من المؤسسات والهيئات المختلفة في محافظات الجنوب المحررة. نتمنى إنه ده يتنفذ لأنه ده هيبقى أمر كبير جدا، وإن هي تحمل الحكومة شيء طبيعي إنها تتحمل أي حاجة بتحصل، إن مسؤوليتها إدارة ملف الخدمات وغيره. المضحك المبكي ان الناس تنام وتقوم فجأة تلاقي الاجهزة الخاصة بمشروع الاتصالات بتاع يو في عدن من ورا ظهر الحكومة، من ورا ظهر الجهات المختصة الجهات المختلفة، اللي هو دعكم مصباح كده اذ بسم الله الرحمن الرحيم هب بقت الاجهزة في عدن
عدت ازاي ومنين وبمساعده مين؟ كل واحد رفع ايده وقال مش انا. والجهات المختصه في الحكومه قالوا اهو والله احنا كنا قايلين انه ممنوع. وانت بقى اقعد لف ودور يا مواطن، شوف المعلومه بقى، دور انت. ما احنا الاعلام بتاعنا لطيف كمان. نرجو ان الامور دي تضبط، ان في ناس بتقوم بمجهودات جباره بره وبتحاول انها تعمل حاجه على الارض، بس في خلل ما في الداخل، في اختراقات مختلفه في الداخل، في لوبي او مجموعه لوبيات، مش لوبي واحد. اللوبيون واللوبيات في عدن. خلوني اشوف مع حضراتكم الانفجراف ده، وهم بيتكلموا على منصور راجح. طبعا كلام رايح جاي على موضوع منصور راجح ده، وانه حوثي متنفذ، وان هو اللي بيدير اروقه البنك المركزي في عدن، واللي كان بيمثل الحوثيين في الوفد الاقتصادي في المانيا. يعني مش بنتبلى على الراجل يعني. مش بس كده، في كلام على تنفذ اصلاحيين معروفين جدا، يعني مش مشكوك فيهم، في مناطق او مناصب مهمه جدا زي النيابات، زي قضاء على سبيل المثال في التواهي. في حاجات محتاجين نبص عليها ونشوف ايه اللي بيحصل ومين اللي بيعمل كده، والقرارات دي بتؤخذ على اي اعتبار. اخونا الحبوب اللي ممكن ترمي له سمكه فيسقف بايديه، بن دغر، قال لك التقيت بالسفير الامريكي. الناس عماله تشتغل وده بينخر في حاجه تانية. بعد ما قابل الراجل وكلمه بقى على فك الحصار عن تعز، الحقيقه المفروض ان هو قال كده في التغريده بتاعته، يعني هو رايح عشان يتكلم عن فك الحصار عن تعز. واللي بتتعرض يوميا لاعتداءات تضاعف مأساة الحصار المستمر منذ 7 سنوات ونيف. مش عارفه موضوع نيف دي معاكم انتوا كلكم، يعني الله يديله العافيه العطاس وبن دغر. المهم، وقال ان رفع الحصار وفتح كل الطرق المؤديه الى تعز وفي كل الاتجاهات هي اولويه لدى الشرعيه في اليمن. دي التغريده بتاعت مين يا اولاد؟ بن دغر. طب يا ترى بقى ايه التعليق اللي حصل بعد اللقاء الرائع الفظيع ده؟ اتفضلوا حضراتكم شوفوا السفاره الامريكيه والسفير الامريكي والسفاره البريطانيه والسفاره الفرنسيه. انتوا، ما انا هوريكم، انا بقول لكم اتفضلوا شوفوا، يعني هوريكم لسه، اصبروا معايا. اول حاجه، السفاره الامريكيه لدى اليمن قالت رساله السفير فاجن تطالب بدعم جهود البنك المركزي. هو ده فك الحصار عن تعز؟ يو، لا انت كنت بتكلمه كده يا راجل، يعني من الودن الثانيه، مش انت قلت كنت بتكلمه عن فك الحصار؟ طب وبعدين؟ طيب نشوف بقى رسالة السفير الأمريكي ستيفن فاجن. قال لك الولايات المتحدة ترحب بتجديد الهدنة في اليمن واستمرار وحدة مجلس القيادة الرئاسية، ونشيد بالجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتعميق وتوسيع الهدنة. خلص يا سفير. بما في ذلك الحوار حول القضايا الاقتصادية. حلوة قوي، بدأنا نخش اهو. نحن قلقون. انت تعرف بتاع الأمم المتحدة ولا ايه؟ ما هو كان بيتكلم عليه. طيب ماشي ماشي، هو يعني هو قلق من تصعيد الخطاب. يا ترى ضد المواطنين؟ يا ترى ضد المطحونين؟ لا، الحقيقه هو قلق من تصعيد الخطاب ضد البنك المركزي اليمني وموظفيه. الحقيقه اكمل، وتدعو الولايات المتحدة جميع الأطراف إلى احترام استقلالية البنك المركزي ودعم جهوده لتحسين الاستقرار الاقتصادي في جميع أنحاء اليمن. طب ده السفير الأمريكاني. نخش على البريتشاني. سفير الإنجليزي بقى قالك السفارة، هنا ده تغريدة من السفارة في صنعاء، يعني ترحب المملكة المتحدة بجهود الأمم المتحدة من خلال تمديد الهدنة في اليمن. ماشي. بما في ذلك النقاشات حول الرواتب. مية مية، أيوة كده، اتكلموا على الناس شوية. نحن قلقون برضو. قلقون من إيه يا جماعة؟
قال لك من تصعيد الخطاب ضد البنك المركزي اليمني وموظفيه. الله، يعني السفير الأمريكي، السفارة الأمريكية والسفارة البريطانية قلقانين على البنك المركزي؟ اه. ويجب على جميع الأطراف احترام استقلالية البنك المركزي اليمني والجهود المبذولة لتحسين الاستقرار الاقتصادي. انت رحت قلت لهم ايه يا بن دغري؟ رحت قلت لهم ايه وكاتب تغريده بتتكلم على حاجه تانية خالص؟ هو فك الحصار ايه علاقته بالمواضيع؟ طيب ما علينا، نشوف بقى يمكن ربنا ينفخ في صورتنا ونشوف حاجه من السفاره الفرنسيه في اليمن. الوالد عبد الرحمن السوسه بيقول لي السفاره دي بقى لها، اللي هي السفاره الفرنسيه في اليمن، بقى لها 6 7 سنين ما بتطلعش اي تغريدات ولا حاجه، هو اللي بيقول ماليش دعوه. المهم نشوف، قال لك تعرب فرنسا عن قلقها. ايه الناس القلقانه دي؟ يا ترى قلقانه على ايه فرنسا؟ ازاء الحمله الحاليه ضد البنك المركزي اليمني وموظفيه. خدتوا بالكم من اكليشيه البنك وموظفيه في معلومات قدمت الى هذه الجهات؟ بما انه الاكليشيه واحد، على فكره احنا مش بنتكلم على وكاله انباء نشرت خبر، احنا بنتكلم على هيئه دبلوماسيه لكل بلد على حده. اذا في بق لقف، يعني الدب في ودن دبلوماسيين، ارموا له سمكه وخلوه يسقف. ويك ويك ويك، عارفين انتم ما تروحوا تلاقوا، مع ان والله يعني كائن لطيف جدا ده اللي بيرموا له السمكه وبيسقف. طيب بيبقى شنبه كده عامل زي بن دغري. اوكي، طب انت قلقانه يا فرنسا على البنك والموظفين بتوعه، وتدعو جميع الاطراف الى احترام استقلاليه البنك المركزي، وان احترام هذه المؤسسه امر ضروري للاقتصاد ومستقبل اليمن. يبقى الموضوع كالتالي، قعد الراجل مع السفير الامريكي، لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، راجل لسه جديد نوفي لانجب ورقته، يا دوبك قعد، السفاره الامريكيه طلعت بيان، قوم الشق بتاعتها الشقيق السفارة البريطانية طلعت بيان، جميل جدا، حلو التلاحم والأخوة. بعديها ب4 ساعات حسب ولا المعد بتاعي، قامت فرنسا مطلعة بيان بسم الله الرحمن الرحيم نفس الألفيظ بالظبط. ايه ألفيظ دي؟ جمع ألفوظ، وهي ليس لها علاقة باللغة العربية، عشان أنا طبعا يعني ما بعرفش أتكلم عربي أساسا. المهم طيب، ده لصالح المواطن؟ يعني الراجل ده لما يروح يقابل في ظل اللي حاصل والمشهد حساس جدا وماشيين الناس بميزان، ماشيين على حبل في حاجات وبيتلمسوا الطريق في حاجات وبيحاولوا يوفروا تمويل، شويه يروحوا الكويت وشويه يروحوا مش عارفه فين، بيحاولوا يعملوا حاجه وربنا ينفخ في صورتهم، ده يروح عشان يتكلم في مواطنين؟ ولا يروح يقول لهم ان الاقتصاد هيتحسن لما يبعدوا عن البنك المركزي عشان ننقل البنك لصنعاء؟ يعني هي دي القضية ولا ايه اللي اتقال؟ محدش عارف طبعا. خلينا نشوف اياد قاسم علق وقال ايه. البيانات السفارة الأمريكية والفرنسية والبريطانية بشأن البنك المركزي تعكس حالة الإنصات إلى جهات مستفيدة بعينها واتخاذ مواقف متسرعة دون الاستماع للطرف الآخر، الاستشارات الخاطئة تقود إلى نتائج خاطئة. بتفق معك يا إياد. يحيى غالب شعيبي المحامي قال لا توجد سفارات باليمن. ليه كده يا يحيى؟ اخسى عليك. ولا بنك مركزي على الواقع، إنما سفارات بالمراسلة عن بعد، ومبنى للبنك إدارته مهاجرة في الخارج، فلماذا الاختلاف والبيانات وتحديد المواقف والقلق؟ اعملوا سفارات في عدن وبنك وإدارة ومركز صنع للدراسات من الخارج، سيغطي نشاط البنك والسفارات ويعبر عن القلق يوميا ويقوم بالواجب. حلوة يا يحيى. هنا بقى صالح البيضاني قال كنا ننتظر من المجتمع الدولي أن يضغط على الحوثيين لتنفيذ اتفاق الهدنة وفتح الطرقات في تعز، لكن ما حدث هو أن واشنطن ولندن وباريس
أصدروا بيانات منفردة حول البنك المركزي اليمني تؤكد ما حذر منه المجلس الانتقالي الجنوبي حول مساعي نقل البنك إلى صنعاء. ده اللي حضراتكم عايشين فيه، بلاوي بتحصل زي كده وبلاوي تانية بتحصل وبيغيبوكم عن المشهد. الموضوع التاني اللي هو بتاع الاتصالات، خليني أشوف هنا ايه اللي حصل. موضوع طبعا نيو كان عبارة عن MTN. MTN دي تم باعها في بداية العام لمجموعة الزبير، ودي مجموعة عمانية، لكن البيع لم يخضع للقانون اليمني ولا لتنظيم قطاع الاتصالات والاستثمار، لذلك هناك مخالفات وتهرب ضريبي على شركة MTN مقدرة بأكثر من 24 مليار ريال. يعني هستعرض على حضراتكم دلوقتي وثيقة هتقول لكم بالظبط، لأن هي 24 مليار ومش عارفة كم مليون وكم ألف، هقولها لكم بعد شوية. قال إن الصفقة كمان مشبوهة، دي معلومات جت للبرنامج، لأنه لم يذكر السعر المحدد للبيع. بعض المصادر قالت إن سعر البيع كان 150 مليون دولار، بينما أصول الشركة والمشتركين تقدر بأكثر من 800 مليون دولار وربما تصل للمليار دولار. دي ناس بتقول، مصادر بتقول والله كذا. طيب هل البيع تم بشكل إجباري ولا اختياري؟ لا، تم بشكل إجباري حسب بعض المصادر، وما كانش في أي اختيارات أخرى. هل اللي بيدير الشركة إدارة عمانية ولا إدارة يمنية حوثية؟ بما إن الاتصالات في إيديهم محدش عارف. ومن خلال كل الاغتيالات اللي تمت حذرنا أكتر من مرة وفي البرنامج وطالبنا بضرورة تحرير الاتصالات من صنعاء وما تسمعناش، وكل يوم بنفقد قائد أو صحفي أو إعلامي أو إعلامية أو غير كده أي روح، كل ده في عنق المسؤول، كل ده لأن كل مسؤول في رقابته المواطنين. قلنا ان بيتم التتبع عبر الشرايح بتاعتهم وعبر الاجهزه بتاعتهم، وانا عرضت في الحلقه اللي فاتت من برديس الصياغ الشاعره الجميله تغريده كانت كاتباها وقالت ان بيتم التتبع عن طريق برامج بتقدر تدخل لتليفون حضرتك وتليفون حضرتك وتعرف كل حاجه عنك وعنك. اذا كنت هدف او عايزين معلومات عنكم اتكلمنا على كده. لما بعت اقول لهم طب اشرحوا لي طبعا الموضوع ايه، يعني هاتوا لي في كم حد جاب لي كذا معلومه. ف بشكر طبعا صالح لانه جمع اللي قدر انه يجمعه، وفي حاجات تانية جبناها من مصادر اخرى. قالك كأي مهندس اتصالات عارف ان مقياس درجه الاتصال او الاشاره لكل رقم في ليه مقياس، يعني كل رقم ليه مقياس. ده بيتم من خلال تحديد قطر المسافة وقوة الإشارة ومعرفة الهدف بقطر مساحة لا يتعدى 300 متر أحيانا. شركة يو قامت بالربط عبر يمن نت، وكل ما قامت به إدخال خدمة الفايبر للأبراج الرئيسية، خدمة اللي هي الألياف يعني، في كل منطقة، ولم يتم استكمال الأعمال حتى الآن. الأعمال بدأت قبل رمضان وما خلصتش لغاية دلوقتي. برج 22 مايو في حاجات كتير أنجزت حتى الآن بجانب ملعب 22، وعشان كده التغطية كانت ممتازة في الشيخ عثمان والممدرة وعبد القوي وضواحيها. في كل برج تم تركيب الألياف الضوئية اللي هي الفايبر اللي قلنا عليها، ووصلت السرعة الإجمالية 1 جيجا بايت في الثانية لبعض الأبراج. تم الانتهاء من المنصورة والتقنية وإنماء وأجزاء من المعلى وكريتر، بينما خور مكسر لم تنتهي الأعمال بعد. موارد الشركة والمدخلات هتذهب مناصفة ما بين يمن نت ويو، وستورد لفين يا ولاد؟ لعدن؟ لصنع عند الحوثي الأمور بتاعه اللي المفروض يعني إن هم بيحاربوه، المفروض ان احنا نصدق ان هم بيحاربوه. يا اخي ها، هاتوا الدليل، ادونا الدليل بس عشان نطلع نقول. طيب
بلاش يا شرير. ماشي. في حد هنا بعت لنا وقال ان هو في رمضان راح صنعاء في زياره عمل، مصدر من المصادر يعني، بيقول انا جربت الفورجي هناك بتاع يمن موبايل وكان سريع جدا، وقطعت الشريحه في محل من محل يعني في الشارع، ما فيش اي زحمه ولا حاجه لان الناس هناك مش لاقيه تاكل، والناس شايفه ان اسعار الانترنت مبالغ فيها. كنت بشحن الجيجا الواحده ب 1000 ريال والصلاحيه لمده يوم وما بتكفيش. احنا بنتمنى من الحكومه انها تسرع في دعم شركه واي للانطلاق والتسهيل لشركه سابا فون للانطلاق بخدمه الفورجي. وبيقول لست ضد الانترنت والفورجي، بالعكس انا مع هذا التطور اللي هينهض بالبلد وانه هيسبب طفره في المشاريع وايجاد فرص عمل لكثيرين. وهو طبعا ده كان مهندس يعني، مهندس تقني يعني، بيقول احنا عارفين ايه اللي بيعنيه تماما انطلاق خدمه انترنت رخيصه في متناول الجميع في كل مكان. يعني هيبقى في تطبيقات وفي نشاط وحاجات زي كده، والاتصالات بيقول انها صارت شيء سيادي في دول العالم زي الداخليه والدفاع والماليه. وده اللي قلت لحضراتكم هقول لكم عليه. ادي صوره من وثيقه للنيابه العامه وهي اصدرت قرار حجز تحفظي في 2022، واتكلمت على ان اموال شركه ام تي ان المكلف بشركه ام تي ان هيتحفظوا عليها بما يساوي المبلغ المستحق عليها لسداد الضريبه المستحقه، وكانت ضريبه مبيعات من 2015 ل 2017. يا ترى كانت كام هذه الضرائب؟ كام المبلغ؟ المبلغ حضراتكم 24 مليار و 238 مليون و 998 الف و 745 ريال. فاحنا بنتكلم تقريبا اكتر من 24 مليار وربع. يعني في بلاوي في البنك المركزي وبلاوي في شركات الاتصال، وقلنا واتكلمنا على العلاقة ده على التنفيس على المواطنين سواء اقتصاديا او خدماتيا او غيره او حتى امنيا اهميتها القصوى، انه الاتصالات دي ازاي تقدر ان هي تتتبع اي شخص في بيته عن طريق السمارت فون او الهواتف الذكية. ومع ذلك بيشغلوا الناس بحاجات تانية. طيب حسين حنشي اختصر الكلام، خلونا نشوف حسين قال ايه ورأيه كان ايه في الموضوع ده. لا، الحكومة ما عملتش لها تصريح بالخالص واصدرت بيان انها ضدها، ومع هذا ادخلوا معدات الفورج الجديدة الى عدن بالقوة من صنعاء، جابوها بالطرق من صنعاء وبدأوا يركبوا وبدأوا يبيعوا الشرايح من دون رخصة موضوع الفورج من الحكومة والوزارة، ومن دون رخصة ادخال معدات ومن دون اي حاجة. شفتوا استباح اكثر من اللي احنا فيه؟ كارثة ما بعدها كارثة يا نصر عزان، كارثة لا يمكن حد يقبلها. عاصمة الجنوب والعاصمة المؤقتة للشرعية، الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الذي يحمي الجنوب، لا احد منهم يعلم الى يومنا هذا ولحظتنا هذه اللي اتكلم فيها كيف استطاع الحوثي وعمان ادخال معدات الفورج الجديدة لشركة يو، وكيف ركبوها، ومن اعطى الرخصة لشركة يو لتبدا البث بنظام الفورجي. شفتوا مسخرة بالله لوين وصلت؟ بمعنى ان هناك لوبي حوثي يشتغل ضمن هذه الحكومة وداخل هذه الوزارات ومتفرغ في كل مكان، والكل حتى مش عارف اللي فوق واللي يعتمل يعتمل، واصحابنا موضوع المجلس الانتقالي وزرائنا في الحكومة ولا عارفين بشي، يجتمعوا مع الحكومة يقول لهم وزير الاتصالات نجيب العوج وكل اللي معه، والله نحن ما أعطينا أي رخصة ونحن مانعين، ونحن أصدرنا بيان ونشرناه في الأيام، ورحت وبحثت ولقيت الرابط في صحيفة الأيام ومسجل مصدر حكومي يحذر من شركة يو وأنها ممنوعة وأن عليها غرامات أصلا من السابق وأنه لا يمكن تعطى الرخصة ومش عارف من. طيب السؤال يا جماعة، كيف دخلت المعدات من صنعاء؟ ده كان نحن نقول كيف دخلت عبوة ناسفة عشان تقتل القواس، أو كيف دخلت مرة يعني أي ترتيبات دخلت لاغتيال قيادات. اليوم نحن نكتشف أنها دخلت معدات شركة اتصالات بكلها، تفهموا؟ شركة معدات اتصالات كلها دخلت وركبت على الأبراج، وتم بدء العمل بالفورجي وتوزيع الشرائح من دون رخصة الحكومة هذه،
اللي هي حكومة وحدة من أجل مقاتلة الحوثيين. طلعوا لي فاصل ورجعوا عشان نكمل. هيا يا حيا مرة تانية، أهلا وسهلا. هجري بسرعة على الحاجات اللي صورتها في عدن، وكان في كذا موضوع ما قدرتش أن أنا أستعرضهم بسبب المستجدات من الأحداث، وفي كمان موضوع خلوني قبل ما أبدأ في لقاءات جنود الحماية الرئاسية، واللي طبعا طلبت من فريق الإعداد تغطية وجوههم، وأنا قلت لكم الكلام ده قبل كده، ملف تناولته من 2016. يعني كم يا أولاد، من كم سنة؟ كم سنة؟ شاطرين يا أولاد، شاطرين أولاد عندي في الاستوديو، حلوين. من ست سنين بنقول دريبين دريبين ماسكين جرز يا جماعة، خلي بالكو. طب انتي بتقولي اي كلام؟ اطلع يا عبودي بجزء من برنامج كنت قدمته في 2016 على صوت الجنوب، اسمه ملفات جنوبية. هاتلي بس جزء من مختص وهو بيتكلم على عملية ردم البحر. مشاريع ليس لها وجود على أرض الواقع باستثناء مشروع وحيد كاسمه، وهو مشروع توسعة الجسر البحري، والذي بلغت تكلفته 34 مليون دولار أمريكي. يعني كل الطرق اللي هي شوفوا الآن، المثال الوحيد اللي هو الطريق البحري كم سنة لها وهي لن تتنفذ، وكل سنة وهو يعني يعملون حاجة، يعني اثنين قلابات يسكون فيها، وقالوا يعني نفذنا عمل ولسه الآن ما تنفذت أي عمل، وجميع الطرق الآن مكسرة، معنا السيارات يعني تكسرت، الناس تشكي من الطرق. مشروع التوسعة الذي لم يستكمل وتوقفت عملية الردم في منتصف الطريق ثم طمرته مياه البحر أثناء الردم، نفذته شركة السحولي، وهي شركة شمالية يمنية ذهبت ولم تعد لاستكمال المشروع بحجة الحرب، وبالطبع ذهب معها ما دفع من أموال. المحافظ الأخواني وحيد رشيد صاحب المشروع الوحيد حاول خداع أبناء عدن بمشروع التوسيع البحري، وهو كحقيقة مشروع كارثي، لأن تصميمه فضح مخالفاته لكل المعايير الفنية. لذلك حذر مسؤولون جنوبيون من العمل في هذا المشروع، موضحين أن الرمال المستخدمة في الردم سكبت بطريقة عشوائية في مياه البحر، وستتسبب في كوارث بيئية واقتصادية على مدى ليس ببعيد. الكارثة هنا ليست في القضاء على محمية بيئية طبيعية كبحيرات البجع فقط، بل ستتسبب في ارتفاع منسوب المياه، وستتعرض بعض الأحياء كالمنصورة وريمي للطمر بفعل فيض مياه البحر في المستقبل. فليدرك أهل هذه الأحياء هذه الحقائق؟ هل يدركون ما هم مقبلون عليه؟ خس عليك يا عبودي، ده كان كلامي أنا. لا، هات المختص بقى. في موضوع الآن الاستثمارات الجارية والبناء العشوائي والردم اللي حاصل الآن في موضوع كثير من الأماكن، كان في موضوع الآن تعديات كثيرة جدا، موضوع المسطحات المائية، موضوع البحيرات الآن الذي يتم الاعتداء عليها، كان يعتدى عليها باسم الاستثمار، كان يعتدى عليها عشوائيا، وهذه كلها خطيرة جدا. عدن في لا بحيرات محددة، في لا سواحل رائعة، بيئيا محرمة دوليا. تعرف في قانون بيئي في العالم في البيئة، يعني يمنع البناء إلا على بعد 400 متر من أعلى مد في البحر على الشاطئ، 400 متر. وهذا بالمناسبة تم التزامه من قبل الإنجليز،
وعدن إذا تلاحظ قبل الاستقلال وبعد الاستقلال التزمت بحدود 200 متر المعرفة اللي السواحل حقنا. إذا تلاحظ إيش معناها على مدى الأمواج؟ عندما تمشي تأخذ مداها الطبيعي فوق الساحل، وبالتالي تتكون بيئات حاضنة، بيئات كانت أسماك، كانت أبو مقص الصغير هذا اللي هذه حاجات طبيعية ومعروفة في هذه السواحل، وهذه كائنات حية. فخلاصة الموضوع إنه أي بناء إذا تلاحظ غير مكسر، كيف بنيت خور مكسر؟ لاحظ فين؟ بعيدة عن الشاطئ. لما تمشي أنت في ساحل خور مكسر، شوف أنت البناء فين؟ على بعد 150-200 متر عن الساحل نفسه. فنحن عندنا القانون بدل ما كانوا 400 متر في أماكن متعددة من البلدان العربية، عندنا نحن 200 متر، وبالتالي ملتزمين. للأسف الشديد يعني في السنوات الأخيرة وخاصة فيما بعد الحرب بدأت العشوائية في الاستثمار، العشوائية في التفكير، ما عاد فيش. أنا أقول دائما عدن بحر وجبل، ومن لا يحب البحر لا يستطيع أن يفهم البحر، لا يستطيع أن يفهم. اللي ما عاش في بحر لا يستطيع أن يفهم. ولهذا لما يجي لك واحد من بعيد مثلا وما يفهم شيء، فممكن يبني على الساحل، لكن ابن المدينة يفهم هذا الكلام، وبالتالي لا يمكن. في قوانين مرتبة ومنظمة لهذا الكلام. فبالتالي بالنسبة هذا للسواحل المسطحات المائية، هذه يعني أرض معيشية يعني. والحاجة الثانية البحيرات الآن اللي يتم الاعتداء عليها في كل مكان. للأسف شوف قضية المملاح وقضية بحيرات البقع، هذا في قانون، في توقيات، في قانون في 2005 موجود بأن هذه المنطقة منطقة بيئية، وسميت بالتحديد في هذا التوقيع والقانون موجودة في 2005، يسمى محمية، تعتبر هذه المنطقة بحيرات كذا معنى، بحيرات البقع وبحيرات الملح، محمية طبيعية يمنع البناء عليها أو التعرض لها، هذا موجود. وبالتالي موضوع شوف أنت هذه الأماكن اللي يدعى بأنه في استثمارات، أنا لا أكذب من يقول بأنه مثلا عنده وثائق، عنده أي كان هذا الكلام، في أكثر من مكان هذا حاصل. لكن حقيقة الموضوع السؤال هنا، هل يحق لأحد أن يصرف في هذا الأماكن؟ لا يحق له أي حمل الأحوال. ده كان الدكتور أحمد علي اللي بنوجه له التحية، وبكمل مع حضراتكم بقى اللي شفته في الزيارة الأخيرة لعدن. اطلع يا عبد الرحمن. لخطورة الأمر لما اجتمع رؤساء العالم في مؤتمر عالمي لمناقشة التبعات اللي ممكن تحدث مع المتغيرات المناخ، يبقى احنا لازم يعني بالضرورة نلتفت لهكذا أمور، لأنها مش هزار. الناس دول ما اجتمعوش رفاهية. فأعتقد ان احنا محتاجين نعيد صياغة لتعاملنا مع البيئة، لأن غضب البيئة مش هنقدر عليه، غضب البيئة خطير. هنا من الجسر البحري زي ما انتم شايفين ورايا، نزلنا عشان نتكلم في ملف انا فتحته شخصيا في قناة اخرى يمكن من حوالي 5-6 سنين، كلمني على موضوع ردم البحر بناء على كلام خبراء متخصصين في الامور او الشؤون البيئية فيما يتعلق بالبيئة. قالوا ان هناك خطورة على عدن من الردم بالطرق العشوائية او الغير علمية. انا مش عارفة المشاريع لما تمت كانت بناء على ايه، وهل تم اخذ اراء المختصين او لا. حسب اخر اجتماعات للمؤتمر المتعلق بتغيير المناخ في العالم واللي حضروا رؤساء العالم في هذه السنة، هناك متغيرات ستحدث وهناك مدن هتختفي إذا ما استمرنا بنفس التعامل مع البيئة، ربما منها مدينة الإسكندرية في مصر ومنها بعض المدن حتى في أمريكا، في بلدان بكاملها هتختفي
هيغمرها الماء. فالسؤال يعني الناس طبعا هتتكلم هتقول انه الجسر البحري الطريق ضيق وفي حوادث مرورية تكاد تكون شبه يومية في حوادث، فالطريق في حاجة لتوسعة. ما بين هذا الكلام وما بين ان احنا بنقول ان هناك خطورة حقيقية من ردم البحر قد تؤثر على بحيرة البجع وهي محمية، هذا المكان يعتبر ترانزيت، يعني لو موجود في اي دولة في العالم هيتم الاهتمام بيه اكتر من كده. احنا شفنا في الصور صرف صحي بيصرف في البحيرة، شفنا طبقة من العفن على سطح المياه وده يؤثر على حياة الطيور. هذا مكان تأتي اليه الطيور البجع ثم من ثم يهاجرون الى بلدان اخرى، فهو مكان في غاية الاهمية. هل هذا الموضوع له أهمية عند المسؤولين؟ أنا مش عارفة. اللي أنا شايفاه إنه كل واحد بيحاول إنه ينفذ مشاريع، فالتراب والحجارة والأسمنت أهم من الكائنات الحية. ده اللي أنا أقدر أقوله كانطباع شخصي. يعني بنرجع ونأكد إنه هناك خطورة حقيقية على عدن من استمرار عملية ردم البحر، لأنه إذا ما ارتفع منسوب المياه لا قدر الله لأي متغير مناخي عدن هتغطى وتغرق في المياه. اللهم بلغنا، اللهم فاشهد. وده هيجعلني أتساءل لما أشوف وأنا ماشية مول كامل كبير أقيم أو عشان يقام يتم ردم البحر، هل ضاقت الدنيا واليابسة في عدن عشان نردم بحر ونقيم عليه مول؟ علامة استفهام. الألوان الرائعة اللي انتوا شايفينها في ظهري دي مش لوحة فنية ولا هي ورود على الطريق حضراتكم، دي طبقة العفن الخضراء معها زبالة أو قمامة أكياس ملونة. المنظر اللي انتوا شايفينه هنا، قمامة هنا. الحاجة التانية الأخطر انه في تسريب ماء موجود من البحر بيوصل من هنا، وده معناه ان الجسر او الردم الجديد اللي هم عاملينه معرض للانهيار تاني، بما ان في تسريب ماء من البحر لهنا للبحيرة وبيمر من تحت هذا الردم، معناه انه هذا الردم معرض للانهيار بعد شهر بعد سنة بعد قرن، انما بالتأكيد معرض للانهيار مدام هناك هذا التسريب. ليه متساب هذا المنظر وهذا هذه القاذورات؟ انا مش عارفة. عشان ادي لكل واحد وعشان وعدت الشباب دول وقلت لهم هقول، انا معرفش اوضاعكم دلوقتي ايه يا ولادي، معرفش دلوقتي حللكم مشاكلكم ولا لا، بس خليني اوري حضراتكم لما خرجت لو تفتكروا من سوق او من عشش الصيادين، جم وقالوا لي احنا عندنا كلمتين، وبعد ما قالوا لي قالوا لي لا احنا خايفين نطلع، فقلت لهم هغطي على وشكم. شوفوا اللقاء. وانا خارجة من عند صيادين، الشباب هنا وانا بسلم عليهم، طبعا عاملة نفسي ان انا حد مشهور يعني، فقالوا لي 60,000 كل 6 شهور. انا قلت الراتب بتاعه 60,000 في الشهر يعني، فكنت عايزة اقوله يعني معلش استحمل، فطلع انه 60,000 يعني 10,000 في الشهر، ومش بيسلموها كل شهر يعني، حتى لا كل 6 شهور يدوله 60,000. اللي لفت انتباهي مش بس الرقم، لا، انه دول حماية رئاسية. انا مؤدبة مش هقول حاجة، يعني مش هقول اي كلام، هقول في الاستوديو اللي انا عايزاه. حماية رئاسية يعني لقب كده، يعني حاجة كده فخمة، والعيال ظروفهم مش كويس، الرجال ظروفهم مش كويس. فالاخ اللي هنا لقيت واحد بيكلمني برضو بيكمل كلام زميله، فبقول له العربية دي، قال لي بطلب الله، فقلت له يبقى انت يعني ما يتخافش عليك اهو داخل عشان يبان، واكد كلام زملائه، قال بس بالاسم اسمنا حماية رئاسية، واحوالنا مش مظبوطة يعني، واخدين بس كده الصيت على الفاضي. دول مع الرئيس، دول مع الحكومة، واخدين الصيت على الفاضي، وياريتهم متنعمين يعني. فعشرة ألف في الشهر دي يعمل بيها ايه؟ مش فاهمة، يشرب بيها حاجة ساعة ولا يعمل بيها ايه؟ مش فاهمة. وده الأخ اللي هو مش كل الناس متاح ليها، بس عشان صوتنا يبقى واحد، مش كل الناس متاح ليها خشيلي جبته انه يبقى معاه عربية يشتغل فيها. تعالى، هو راح فين؟ تعالى
هو اللي كان محروق جدا وهو بيتكلم، قال لي وصل لهم قول لهم احوالنا عامله ازاي. قلت له حاضر، وقال مش مشكله ان شاء الله حتى يعملوا فينا اللي هم عايزينه. فقلت له يلا وانا معاكم، انا دوري اوصل صوتكم. الكلام اللي قلته صح؟ صحيح الكلام. كل 6 شهور نستلم 60,059 عاده، وهذا الاخ زميلي يعاني نفس المعاناه. نحن بنداوم هنا كل 7 ساعات بنداوم، وبنستلم يعني كل 6 شهور 59. نحن بالاسم نحن اللي هو الحمايه الرئاسيه، كل وزير وكل مسؤول بيدخل، وفي مرافق ثانيه عسكريه بتستلم 600,000 700,000. صحيح تستلم 610، هذه مرافق ثانيه. نحن اسوه بزملائنا الثانيين من القوات الثانيه، مثلا القوات الساعقه، هم اخواننا وزملائنا، كلنا يد وحده، كلنا ابناء البلد هذا. بيستلموا من فين؟ عارفين المعلومات دي يعني ازاي بتعرفوا هم بيستلموا كام؟ بيقول عندنا، بقول نحن استلمنا يعني تبع الانتقالي مثلا، بقول لك نحن استلمنا 600. ازاي يعني؟ نحن بنطلب. فين الويه الملقى؟ انتوا بتستلموا 600,000 زي ما بيقول كده، 600,000؟ 600,000. احنا الويه العمالقه راتب شهريا. راتب شهري. نحن بنطالب الحكومه بمساواه العسكر. سبحان مغير الاحوال. سبحان مغير الاحوال. دلوقتي اللي تبع الرئاسه اللي بيطلبوا انهم يتساووا مع لا اله الا الله. بقول لك دحين هم بحسب الاتفاق الرياض هم شكلوا قوه تابعه اللي ما شاركش بالحرب نهائيا، مثل احنا ابناء البلد ما تدخلنا بالحرب السياسيه. ورجعونا احنا كاتفاق الرياض انه نحن نداوم نستلم نفس القوات الثانيه، لانهم هذيلاك القوات الثانيه زملائنا واخواننا ودمنا واحد احنا هم. لذلك اتفقنا على 610، الان لنا 6 شهور. انا عايز اسالك سؤال، هو انت ليه وافقت اصلا تدخل حمايه رئاسيه؟ والله لقمه العيش اليوم صعبه يا استاذه ليلى. قريبه يعني، قريبه مني يعني، نحن قريبين ساكنين، ونحن اول ما جينا يعني نحن خرجنا الحوسه، فهم لي؟ ما حد كان موجود. كل اللي قابلتهم خرجوا الحوسه لغايه دلوقتي، كل الناس وكل المحافظات وكل العالم خرج الحوسه. ابناء الجنوب كلهم، ابناء الجنوب كلهم، المحافظات الجنوبيه بشكل عام هم الذي يتصدروا المحافظه. انا اوضح لك انه احنا ليش يعني بقينا بالمرفق ده، لانه قاتلنا وماتوا شهداء هنا. اصل في اكون صريحه معاكم ولا اي كلام؟ انتوا عارفين ان انا صريحه ولا مش عارفين؟ نعم نعم بشوفك بالشاشه. نعم الصراحه انه في الاول كانت ألوية الرئاسة أو الحماية الرئاسية دي أمورها مظبوطة أكتر، فناس كتير راحت هناك. طب الأول يعني تبع؟ لا يعني إمتى ألوية دي؟ بعد الحرب دي شكلت الأول حماية رئاسية. فأموركم في الأول كانت أحسن شوية شوية يعني، الحمد لله يعني. دلوقتي ساءت، ده اللي إحنا عايزين نقوله. فناس كتير كانت عايزة تروح ألوية الحماية الرئاسية عشان أمورهم مستقرة وليهم راتب. سبحان مغير الأحوال. بس بقول لك أستاذ ليلى، أنا بقول لك أيوة اتصدمتوا صح؟ نحن الآن مثل هذا الأخ مثل مليان قوة هنا متواجدة. أنت بتقر على زميلك قدامي. بتقر؟ نعم نعم. بس بقول لك نحن ما شاركنا بالحرب هذه اللي مرت ب 2018 أبدا ما شاركنا فيها. ويعني وجلسنا واستدعوا نحن من بيوتنا الأشخاص اللي ما شاركوا بالحرب يرجعوا. جينا من طرف السعودية وعلى أساس إنه بنداوم 200 نفر. على اساس انه لنا راتب سعودي يعني 1000 ريال ومبصمنا. ما فيش ولا 1000 ريال ولا وصلنا ولا لقينا 1000 ريال ولا غني شيء. يعني انتوا بصمتوا على 1000 ريال سعودي؟ التحالف بصمنا، نحن بنستلم من 1000 سعودي. وبصمتوا وما خدتوش؟ هو جينا نستلم 60 كل 6 شهور، ما فيش. هو ده اللي انا عايزه اوصل له. أيوة الناس كانت بتقر عليكم وانتوا بتاخدوا فتات واخدين بس الصيت على الفاضي. داخل هم بيقروا علينا ان احنا اللي هو الاول، وانه لكن لما بيجي يشوفك داخلك ما بيحسش معك ولا شيء. خلصت الحلقه كالعاده، باين عندك يا ابراهيم انها خلصت؟ باين. ما خلصتش كل اللي عندي طبعا بالطبع، لكن بوعدكم ان الاسبوع الجاي هكمل بقيه الملفات المتعلقه والمعلقه، وربنا يدينا ويديكم طول العمر. وبقول لعيدروس كنت منور في مصر. في الختام سلام.